طيب نتحول هذه المرة إلى مناقشة ما يحدث في الأسواق العالمية مع رائد الخضر رئيس أبحاث الأسواق المالية في إكويتي. رائد أهلا ومرحبا بك معنا، بداية أسبوع جديدة للأسواق العالمية. خليني أبدأ معك من موضوع الأسواق الأمريكية والمستثمر اليوم عم يترقب اجتماع سبتمبر. جولدمان ساكس عم بيشوف بأنه خفض الفائدة لن يبدأ قبل النصف الثاني من العام المقبل. لأي درجة اليوم موضوع معرفة توجه الفيدرالي حتى نهاية العام هو الموضوع الأساسي بالنسبة للمستثمر سواء بالأسهم أو حتى بالدولار؟ يعني كمتعاملات المستثمرين إجمالا معاملاتهم كانت تعتمد أكثر على قرارات الفيدرالي في الآونة الأخيرة بشكل واضح، لأنه بغض النظر عن أي معطيات أخرى كان الفيدرالي هو المحرك الرئيسي وأسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي في الأسواق، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الأمر اختلف بشكل كبير إلا لما كان في عندنا مثلا تصنيفات الائتمانية والأخبار المؤثرة وذات الحدة يكون التأثير أبرز لها في وقت صدورها أو في وقت الحدث، ومن ثم تعود الأسواق لمتابعة المتغيرات الرئيسية في قرارات البنوك المركزية وعلى وجه التحديد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. نحن شفنا مجموعة من البيانات في الأسبوع الماضي، أولا التضخم الذي وإن جاء أقل من التوقعات ولكنه بارتفاع عن القراءة السابقة لمو ب 3.2%. نحن عندنا كذلك الأمر قراءات البي بي آي عفوا أو مؤشر أسعار المنتجين التي صدرت يوم الجمعة، أيضا أظهرت أنه في عندنا ارتفاع بتكاليف أسعار المنتجين وبالتالي ارتفاع ضمني في مستويات التضخم، وهذا بدأ تفسيره في الأسواق على أنه الفيدرالي لديه يعني في اجتماعه بسبتمبر يعني محفزات أكثر لرفع أسعار الفائدة. إذا كان هناك رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر فبلا شك سوف يكون هناك تأخير كبير في عملية تقليص أسعار الفائدة ربما لنهاية الربع الثاني أو النصف الأول من العام القادم. نعم رائد، تحياتنا، انا احييك الحقيقه بشكل خاص فيما يتعلق باجابه ذهبيه. كنا نتحدث انا وانت في الاسبوع الماضي ورندا ومي عن التداعيات البيانات السلبيه في الصين، وانت ذكرت بالحرف الواحد القطاع العقاري تحديدا ربما هو الاكثر تاثرا في هذا الاتجاه. كانتري جاردن لم تخيب ظنك وبدات يعني هذه المخاوف بشان السداد، الى اي مدى قد تمتد النيران الى القطاع برمته؟ أنا أعتقد المشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد الصيني وخصوصا فيما يتعلق بالتحفيز المطلوب للاقتصاد وخلينا نقول دعم القطاع هذا على وجه التحديد القطاع العقاري الذي يحتاج إلى عمليات تحفيز إلى عمليات دعم مباشر من الحكومة حتى لا يكون هناك عملية فقدان كبير في الثقة داخل هذا القطاع، ونحن نعلم تماما عندما يكون فقدان ثقة سوف يؤدي بشكل كبير جدا قطاع العقارات بالنسبة للاقتصاد الصيني إلى انهيارات كبيرة، لأنه دومينو نحن نتحدث دومينو افكت راح يأثر على القطاع المصرفي راح يأثر أيضا على قطاع يعني خلينا نقول بشكل عام مؤشرات التضخم تؤدي إلى ركود وإلى كساد أكبر، وهذا يعني يعطي إشارات سلبية على الاقتصاد الصيني الذي يؤثر بشكل كبير ثاني أكبر العالم، بالتالي فهو كساده أو ركوده سوف يؤثر بلا شك على أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. أعتقد العملية أصبحت تتطلب جهود أكثر وضوحا من قبل صناع سياسة في الصين لإظهار أساليب تحفيز واضحة للاقتصاد ولقطاع العقارات تحديدا وآليات ضمان لعدم انهيار هذه الشركات العقارية، أو خلينا نقول آليات ضمان للالتزام بالسداد في الفترات القادمة وربما برامج تحفيزية حتى لهذا القطاع حتى لا يكون هناك يعني انهيار واضح وكبير في قطاع خلينا نقول العقاري. ولكن على صعيد آخر داخل الاقتصاد الصيني العديد من الإشارات التي تظهر أن التضخم ضعيف جدا في الاقتصاد الصيني وأن الأداء أو التوجه نحو الركود قريب جدا للحدوث في الفترة القادمة. طيب يعني رائد برأيك ما شاهدناه كيف تأثرت الأسواق وكيف استقبلت فيما يخص إيفرغراند في وقت سابق، يعني أثرها كان واضح على الأسواق،
برأيك يعني إن لم نشهد أي تطورات في هذا الملف سوف يكون أثرها ذاته أو يعني تسعره السوق برأيك بنفس الطريقة ما شاهدناه في الفترة الماضية؟ اعتقد نحن حتى يعني راجعنا بعض المؤشرات التي تقيس البانيك او مثل فيكس وغيرها، او مجمل هذه المؤشرات بدات تظهر علامات استباقيه الى انه ممكن يكون في عندنا نحن حاله من البانيك او الذعر الذي قد يضرب في الاسواق، وربما يكون السبب هو الاقتصاد الصيني، او ربما يكون السبب هو مزيد من الانهيارات المصرفيه داخل الاقتصاد الامريكي في الفتره القادمه. بالتالي اذا بدنا نركز على الصين اكثر، فاعتقد المقومات الأزمة من الصين موجودة وبكثرة، ضعف كبير في نمو الاقتصاد قد يصل إلى مرحلة متقدمة من ركود. نتحدث أيضا عن أنه الاقتصاد الصيني في الفترة الحالية يعني يعاني، ليس نحن إذا نذكر مثال إيفرغراند كانت الفترة التي يمر فيها الاقتصاد الصيني فترة نوعا ما إيجابية، لكن الآن في ظل الظروف الحالية التي نعيشها في الاقتصاد العالمي، أعتقد مأساة جديدة عقارية أو غيرها في الاقتصاد الصيني سوف تؤثر على الطلب العالمي بشكل عام، وقد تؤثر على حالة من الذعر للمستثمرين إجمالا. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس أبحاث الأسواق المالية في إيكويتي جروب.